عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. والدي كان بطلا، وكل الأبطال على مر التاريخ لهم نهاية مأساوية، وأنا فخورة به كإنسان. فالإنسان يمكن أن يتنكر لذاته من أجل فكرة ويستمر في التشبث بها إلى آخر رمق من حياته، ولا أعتقد أن الكثيرين يمكن أن يفعلوا ذلك. أن والدها اتخذ قرارا ولم يستشرها في ذلك، وأنها ضحية لهذا وليست حاقدة على الملك الراحل الحسن الثاني، وأنها لما كبرت وأصبحت في كامل وعيها، إن كان عليها أن تحقد على شخص ما فهو والدها الذي عوض أن يجعل عائلة مستقرة قام بتدمير كل شيء. وأشارت عبابو التي تعمل أستاذة للغة الفرنسية في لقائها صيف عام 1986 بولي العهد، حينما كانت رفقة مجموعة من أصدقائه الذين قدموها له، قائلة: إنه ابن عائلة حاكمة عريقة وإنسان ذو أخلاق وتربية، غير أننا لم نتحدث قط عن الانقلاب أو عما قام به والدي. هنا مريم عبابو كتفتخر بالوالد ديالها الجنرال عبابو، وكتقول أنها ما كانت عارفة شنو كان كيوقع، وأنها كانت مازال صغيرة. كما أن مريم عبابو وفي هذا التصريح كتقول بأنها اللوم كامل كيوقع على الأب ديالها، لأنه عوض أن باش يخلي الأسرة مستقرة ناط فككها ودرجها كلها. كما أن مريم عبابو كتبين في هذا التصريح أنها ماشي حاقدة على الملك حسن الثاني أو على العائلة الحاكمة في المغرب، بحيث قالت على الملك محمد السادس خلال لقاء ديالو معها في صيف 1986، قالت إنه ابن عائلة حكيمة عريقة وإنسان ذو أخلاق وتربية، يعني ما عندهاش مشكل مع النظام الملكي بتاتا. كما أنها خلال لقاء ديالها مع الملك محمد السادس ما تطرقوش لقضية الانقلاب بتاتا، حيث هي بريئة من كل شيء لأنها كانت باقة صغيرة. إخوان وأخوان، نتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الحلقة، تلقوا إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.